du culinaire. باش نحكيو اليوم مع لو شيف سبيسياليزي ان بيتزا اي بانيفيكاسيون. سي فارس بريني، مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا بك للا ومرحبا بك مستمعين اكسبريس اف ام. شكرا لك شيف، انت معنا من ايطاليا، كان مانيش غلطه نكلموا فيك من ايطاليا. في روما. تخي في روما تحديدا. في روما، وميرسي على وجودك معنا باش نحكيو على مادة من المواد الأساسية اللي احنا في تونس عانينا برشا من انها منقوصة ولا مفقودة تماما. نحكيو على الفارينة ونحكيو على استعمال الفارينة والحبوب دون لا بولانجري، جوستومون باش خليك تعطيني فكرة على أنواع الفارينة واللي قاعدين احنا اليوم في تونس نستعملوا فيها. اوكي، هي الفارينة خلينا نحكيو يعني بصفة عامة. الفارينة نجم نقولوا يعني الأنواع نتاع الحبوب اللي نستخرجوا منهم الفارينة هو سي لو بلي توندر. دونك لو بروميي باساج يعطينا فارينة انتجرالي اللي هي نقولوا بالنخالة وفيها لو جيرم دو بلي وكل شيء، ومن بعد نبداو نصفيو بشوية بشوية اللي نخلطوا الفارينة دوبل زيرو اللي نستعملوها براتيكمون في الباتيسري في البولونجري في البيتزا في كل شيء. وبوي عندنا زاد النوع الاخر نتاع القمح اللي نحب نحكي عليه برشا، اللي هو قمح تونسي اصيل اللي هو لو بلي دور اللي نستعملوا منه احنا السميد. السميد نعرفه ككاركترستيك يعني عنده فوائد اكثر، يعني هو انديكي اكثر للخبز كالفارينه. خاطر قبل احنا في التراديسيون نتاعنا كنا نستعملوا برشا سميد في الخبز نتاعنا. تويكا وقت دخلت الاندستري يعني نقولوا احنا لي بولونجري ولاو يعملوا غروس كونتيتي ولاو يمشيوا اكثر للفارينه. علاش؟ خاطر اسهل في المانيبيولاسيون تاع العجين، تكون اسهل وكيما نقولوا اخف، يعني خاطر السميد عنده لي كاركترستيك نتاعو ينجم يشرب برشا ماء ولكن زاد يشبع، اما لا مانيبيولاسيون نتاعو ماهيش سهله كيما الفارينه. هذاك علاش ما يدخلوش لل لاندستري. اي بوي الاخر حاجه هي مو لي سيريال اللي انا ماذا بيا نحكي عليهم، خاطر اي تفضل شيخ. مثل عنا من لي سيريال اللي معروفين برشا في تونس هو الشعير. اللي بعدنا عليه مثال عنده كاليتي نوتريتيف كبيره برشا. بعدنا عليه مثال المايس، عن الروز، الفارو، لافينوان، هذه السيغال، هذوما سوسون دي يعني نقولوا احنا دي سيريال اللي نجموا نخرجوا منهم فارينه تكون سون غلوتان وميم طون تعطينا ان سافور يعني راهي غو قوي برشا، فهمتني؟ دونك جوستومون انت شيف عطيتنا انواع لي سيريال اللي ممكن استعمالهم اليوم في الخبز. كيفاش ممكن نحسنوا القيمه الغذائيه نتاع الخبز نتاعنا؟ القيمه الغذائيه تتحسن بدو فاكتور. الفاكتور الاولاني لازمنا نعرفوا نختاروا الماتير كوميير نتاعنا. حاولوا نرجعوا شويه، الفارينه ماهيش نقولوا احنا ماهيش مغربله مليح، تكون شويه انتي فيها الانتيغرال يعني فيها شويه نخاله. نحاولوا نستعملوا برشا مثال لي سيريال نخلطوا بهم، سي اون تراديسيون. احنا مثال الدرع سي ان سيريال كان نستعملوه في الحلوم تاعنا. الحمص مثال سي اون سيريال غنيه بالبروتين، يعني ما تصورش فارينه الحمص شنو اللي فيها البروتين. اون بلوس سون غلوتان لاندكس دو غليشيمي نتاعها ماهوش طالع ياسر، وتعطينا ان ارير جو ان سابور قوي برشا في كو في البانيفيكاسيون كو في برشا حاجات نجمو نستعملوهم، فهمتني؟ الحاجه الثانيه هي لي فورميل دو بيتريساج. المشكل اللي عندنا اليوم شنو؟ احنا قبل كانت جدودنا كانوا يعجنوا الخبز يوم في الليل مش يطيبوه غدوه الصباح، والا يعجنوه الصباح بكري في الفجر مش يطيبوه مع نصف النهار. دونك اون فاز دو ماتوراسيون يعطيوها ما بين 6 و7 و8 سوايع للعجين نتاعنا نعطيوها. اليوم البروسيس نتاع البرودكسيون نتاع الخبز في الكويش نتاعنا مالوريزمون ما بين 30 و 45 دقيقة ماكسيموم. يعني البروسيس رابيد هذا بور افوار كيما نقولوا احنا اون برودكسيون ماسيف هو اللي قللنا من القيمة نتاعنا. خاطر شنو اللي يصير؟ هو الفارينة اللي بازي يعني تقريب 75% منها سوسون دي كربوهيدراتي. اللي كربوهيدراتي سوسون دي سكر كومبوزي اللي عملية الهضم نتاعهم صعيبة برشا لنا احنا. دونك إذا نعملوا ما نعملوش لا ماتوراسيون نتاعنا صحيحة شنو يصير؟ هو هنا نوليو ناكلوا دي زاميدون ديريكت، دونك الكرش نتاعنا تتنفخ وما عادش تصير عملية هضم صحيحة. بار كونتر كان نعملوا اون ماتوراسيون صحيحة ما بين 6 و8 سوايع، لي زونزيم اللي هما لي زاميلاز الالفا بيتا ميلاز هذوما يوليو يكسروا لي موليكول
كومبوزي نتاع لي سكر هذوما كومبوزي يردوا هنا دي سكر سامبل افيك لانتنفونسيون نتاع لوفور ياكل لنا لي سكر سامبل تولي عمليه الهضم سهله وفي نفس الوقت لاندكس دو غليشيمي جو ريبيت تري بيان يعني اللي عندهم السكر يولي نجم ياكل بزايد خبز ما عادش يقلق خاطر لي سكر سامبل نتاع الخبز مش تاكلهم الخميره خاطر الخميره هذه الانترفونسيون نتاعها تاكل لي سكر سامبل نتاع الفارينه وبعد تعطيني السي او 2 هو الغاز اللي مش ينفخ لي العجين والايثانول هو البارفان نتاع الخبز نتاعنا. شيف في كلمه يمكن معناتها ملخص اللي كنت تقول فيه الكل كي نرجعوا للخبز جدودنا خير. بيان سور. انا نعطيك معلومه يعني هكا بسيطة شوية كما نقولها هنا أقوى خطر تعرف اليوم بركة شفت البورس متاع ميلانو في سميد نو؟ اليوم سميد وصل التورناتا وصلت 400 أورو تورناتا يعني تورناتا سميد من أقوى الأنواع متاع سميد اللي موجود خطر اليوم حتى في الأوروب الكل يعني قاعدين يخدموا على ديفلوبمون للسميد متاعهم عندنا سميد معروف برشا في إيطاليا وفي أوروبا بصفة عامة اسمه سيناتوري كابيلي سيناتوري كابيلي هذايا نقولوا احنا يا بوه يا امه ما نعرفش خاطر هو عملوا ان كروازمون ما بين قمح ايطالياني وقمح تونسي القمح التونسي جناح خرطيفه ومن هذا من اغلى انواع القمح الصلب اللي موجود في ايطاليا اللي يعني هو شطر تونسي معنا نعم اللي هو شطر تونسي جدودنا قبل بالضبط جدودنا قبل شي كانوا يقولوا هو يقول لك القمح البسكري يقول لك الذهب الخالص علاش خاطر اللون نتاعو تلمو اصفر وكريستاليزي كي يحطوه يلموه هكا يبدا يشعل يعني بريلون كيما نقولوها فهمتني يعني كاينو ذهب هذوما مالوريزمون حاجات بعدنا عليهم ان شاء الله ان شاء الله فما شكون قاعد احنا تو قاعدين نخدموا معاها يعني دي برودكتور هكا نقولوا احنا طاحونا في تونس قاعدين نخدموا معاها نعملوا معاها لي ديفلوبمون كو سوسوا او نيفو دي كور دو فورماسيون كو سوسوا يعني بور لي جون بيتسايول ولا بولونجري واحد وكل شيء قاعدين نعملوا في ديفلوبمون في الماتيير بريمير والسافوار فير يعني ان شاء الله تري تري بيانتو اما حاجات جديده تخرج ان شاء الله للمارشي ان شاء الله. ان توكا شيف ميرسي بوكو هذا خلينا غاليز قداش اللي كانوا يعملوه ناس بكري وجدودنا كان ذات جوده عاليه وصحي وكله منفعه سي امبورتون باش نرجعوا جوستومون للوقت بكري يمكن اللي كانت الامور اسهل وما كانوش يمكن يلقاو حتى هالمشاكل هذيا نتاع نقص مواد وغيره ما يحيروش. شكرا لك شيف فارس بريني شيف سبيسياليزي اون بيتزا اي بانيفيكاسيون يعطيك الصحه كنت معنا ديريكت من ايطاليا من روما تحديدا في فقره لي برودوي كولينير الفقره اللي توصلنا لاخر موعدنا في ديستيناسيون تونس واللي لو ديبا اليوم كان على ليبرجمون الترناتيف في تونس ليميسيون الكل ديسبونيبل سور لا شين يوتيوب نتاع اكسبريس اف ام اي لا باج فيسبوك نتاع اكسبريس اف ام موعدنا بالطبيعه يتجدد في ديستيناسيون تونس كل نهار ثلاثه ونكونوا معاكم من ماضي ساعتين حتى الماضي ثلاثه ريم الانجليز رافقتكم الميكرو سيرينا حتيت في الاخراج محمد في الاخراج الرقمي سليم كيف كيف في الاخراج الرقمي وبيان سور ليميسيون من اعداد انس صبير نخليكم في متابعه الباقي برامجنا على اكسبريس اف ام نقول لكم في الامان وباي باي.